أثابكم الله. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم جيم يقول: أرفع إلى فضيلتكم راجيا توضيح وجهة النظر الشرع الكريم في هذا الأمر، وهو أنني رجل تزوجت زوجة بقيت معي قرابة 10 سنوات، ثم ذهبت إلى أهلها دون سبب، وقابلني أبوها وأخوها بالشدة والسب، وأخذوا حقوقي حتى أصبحت فقيرا، واضطررت إلى طلاقها ولم يعيدوا من حقي شيئا، وقد أخذوا مني مبلغا كبيرا، فأرجو إيضاح الحكم في ذلك لمثل هؤلاء ولمن يعمل عملهم ويأخذ حقوق الزوج عندما يناسبه ويقابله بالسب دائما والجحود، والله يرعاكم. لا شك أن الظلم محرم ولا يجوز حتى في حق الكافر، قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. هذا من حيث العموم، أما من حيث هذه القضية هذه يرجع فيها إلى القاضي، يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، لأن هذا نزاع بين طرفين ودعوى من السائل، فيحتاج إلى نظر القاضي. نعم.